بأن مباراة الجريحين سارغي ليزان أمل الأربعاء ستوفي بوعودها. وضعية الناديين الحرجة في سلم الترتيب والرغبة في الخروج من هذه الوضعية والحضور الجماهيري المعتبر لمؤازرة رفقاء مانوتشو. الرسم التكتيكي تغير مع الكوتش الجديد للسريع محمد حنكوش المبني على فرض ضغط رهيب على الأمل بدا واضحا. ثلاث دقائق فقط بورديم يجد نفسه في مكان مناسب ولكن من دون تجسيد. دقيقة واحدة بعد ذلك جبار عادل ينذر الحارس مربح جانا. ضغط المحليين تواصل وطيايبة هذه المرة يفشل في التسجيل، لكنه يعود لينجح في ذلك بعد عمل فني ممتاز من بودا إسحاق على الجهة اليسرى موقعا الهدف الأول. دقيقتان فقط يعود بودا إسحاق لممارسة هوايته المفضلة في المراوغة والتمريرة الدقيقة، ينهيها بورديم في شباك أمل الأربعاء. رد فعل رفقاء حسين أشيو جاء عبر المهاجم مزيان بهذه الكيفية. السريع الذي عاد إلى القواعد الخلفية سمح للأمل بمواصلة الضغط وتمكن من تدليل الفارق عبر يطو محمد في الدقيقة 32. شوط المباراة الثاني سجلنا فيه طرد جيسلا من جانب أمل الأربعاء بعد تعديه على أحد لاعبيه السريع، والحكم بوزر هنا لا يتوانى في تطبيق القانون. نقص عددي استغله أصحاب الأرض كهذه من بورديم، وكرته ترتطم بالعارضة الأفقية للحارس مرباح. تواصل الضغط من المحليين ليثمر هدفا ثالثا من توقيع الهداف مانوتشو عند الدقيقة 72. بعد الاطمئنان على النتيجة أقحم المدرب حنكوش بومشرى وطوهري وأتيحت لكليهما فرصتين لمضاعفة النتيجة، لكنهما لم تستغلا بشكل جيد. لينتهي اللقاء بفوز مستحق لسارغ ليزان، وخسارة للأمل هي الحادية عشرة من نوعها منذ انطلاقة الموسم.